للمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطنية الأستاذ كرم الخزعلي. أستاذ كرم، إذن الرئاسات الثلاث تجتمع اليوم بقادة الكتل، يبدو أن العراق اليوم في أمس الحاجة لهذا النوع من الاجتماعات الوطنية الجامعة أمام مشهد معقد، أزمة اقتصادية، أزمة مع الإقليم، أزمة داخل الإقليم، إذن هناك أزمات عديدة، يبدو أن هذا المشهد الوحدوي سيؤثر على المشهد إيجابياً. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولقناتكم الموقرة ولكل من يشاهدنا من خلال شاشة التلفاز. نعم، اليوم نتحدث عن موضوع أنه الاجتماع الذي حصل في الذي دعا إليه دولة رئيس الوزراء للملمة هذه العقبات والمشاكل التي يعاني منها البلاد منذ فترة ليست بقليلة. اليوم نسمع أن هناك أزمة ونشهدها حقيقة، هناك أزمة مالية وأزمة اقتصادية، أزمة صحية، هناك من يجد بأنه موضوع الانتخابات المبكرة، هناك من يعرقل إقامة انتخابات مبكرة، هناك من يدعو لإقامة انتخابات مبكرة، وهناك في الطرف الآخر من يدعو إلى أن تكون هناك انتخابات أبكر من الذي قام دولة رئيس الوزراء بتحديدها. الجميع يشهد بأنه هناك أزمة حقيقية. اليوم أنا أتفق مع جنابكم في أنه هذه الأزمات قد تدعو إلى وحدة وإلى تشكيل صوت وحدوي واحد من أجل عبور هذه المرحلة، وبالتالي هذه النتائج تعود بالإيجاب على مصلحة الشعب والجميع. نشهد بأنه الجميع يريد أن يعبر بهذه المرحلة للضفة الأخرى ولا ضفة الأمان حتى تستطيع هذه تسير عجلة التقدم للبلاد. نعم أستاذ كرم، رئيس الوزراء أطلق مبادرة حوار وطني من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، شكل هذه المبادرة كيف سيكون؟ نعم، الانتخابات حقيقة هناك من في السابق كنا نسمع عن أنه الانتخابات لم تتصف بالنزاهة، هناك ضغط، هناك سلاح منفلت، هناك مال سياسي. انتخابات اليوم ندعو إلى أن تكون هناك انتخابات شفافة تشمل جميع المكونات، ندعو إلى أن تكون هناك أمن انتخابي تام يضمن للجميع حق التصويت وحرية الاختيار بعيدا عن الضغوطات السياسية والمال السياسي والسلاح المنفلت. اليوم نشهد بأنه إذا بقيت العراقيل أمام هذه الخطوة باتجاه الانتخابات المبكرة، هناك عراقيل كثيرة، آخر هذه العراقيل هي تحديث بطاقات البيومترية التي هذه تعتبر من المعرقلات، بطء في تحديث بطاقات البيومترية، وهذا سيعيدنا إلى استخدام البطاقة القصيرة الأمد، وبذلك سوف نخلق أزمة ثقة جديدة بين الناخب والعملية الانتخابية. نعم، دولة رئيس الوزراء وهذا الحوار المشترك بين الرئاسات الثلاثة وقادة الكتل تدعو إلى أن تكون هناك انتخابات نزيهة شفافة تضمن للجميع حق التصويت. أستاذ كرم، يعني مقابل هذه الدعوات كان أيضا هناك دعوات لترميم البيوت إن صح التعبير، يعني بالاستناد إلى مكونات معينة، ما رأيكم في تيار الحكمة بهذه الدعوات؟ نعم، نحن في تيار الحكمة نبحث على أن تكون هناك حكومة مشاركة، لا حكومة شركاء تتقاسم فيما بينها المناصب تحت مسمى الاستحقاق، ودعونا دائما ونقولها، ومن خلال قناتكم الكريمة نقول بأنه تيار الحكمة يدعو إلى أن يكون هناك تحالف عابر للمكونات، عابر للطوائف، عابر للقومية، يعني يكون فيه من جميع مكونات الشعب، فيه السني والشيعي والكردي وجميع المكونات الأخرى، ولا أفضل أن أقول أقليات بل أقول باقي المكونات الأخرى، بتحالف عابر لهذه المكونات، ولا بأس بأنه من تشكيل هذا التحالف يكون بتحالفين طوليين، إذا الذي يستطيع يعني حصوله على أعلى المقاعد بإمكانه أنه يشكل الحكومة، وفي قبال ذلك هناك تحالف آخر بنفس المواصفات، تحالف عابر للمكونات، عابر للقومية، عابر للطائفية، ممكن أن يكون في قبالة هذا عند ذكر تشكيل الحكومة، يعني عند ذكر تشكيل الحكومة والتشكيل
نعم، عند تشكيل الحكومة هناك أحد الشخصيات السياسية يقول بأن في الانتخابات القادمة سيحوز على 100 مقعد في مجلس النواب، بالتالي تشكيل الحكومة سيكون من نصيبه. يأتي ذلك وسط تشكيك وعدم إيجابية من الشارع تجاه العملية الانتخابية. هناك حالة من فقد الثقة بين الشارع العراقي وبين الطبقة السياسية. كيف يمكن إعادة هذه الثقة وردم الفجوة بين الشارع والنخب السياسية؟ سيدتي الكريمة، أنا في بداية حديثي قلت لك بأنه الحل لهذه المشاكل والأزمات هو إنشاء أو تأسيس تحالف عابر لهذه المكونات. التحالف يكون هدفه الأول والأخير هو العراق، ويكون عابر لكل المكونات. فضلا عن هذا، بأنه هذا التحالف هو تحالف انتخابي، يعني ممكن أنه يشكل قبيل الانتخابات أو قبل الانتخابات. من شأنه أن يكون تشكيل حكومة وتشكيل الرئاسات الثلاثة وبشأن بأغلبية وتشكيل الحكومة، وبذلك تستطيع أنت من محاسبة المقصر. وأنا أزم لك قاطعا بأنه في هذه الظروف، وإذا كانت هناك حكومة شركاء تتقاسم فيما بينها المناصب، أجزم لك يا سيدتي الكريمة بأنه رئيس الوزراء لا يستطيع أن يغير مدير عام إذا كان فاسدا، بسبب لأنه هذا قد يكون تسنده كتلة أو من هذا القبيل. ولكن إذا أسسنا تحالف عابر للمكونات وعابر للقومية والطائفية، لأنه يا سيدتي الكريمة بأنه كل التحالفات القومية والطائفية والمكوناتية لا تستطيع بناء دولة، ولا تستطيع أن تلبي مطالب الشعب بالمجمل. وبذلك فالحل الأمثل والحل الوحيد إذا الحل الأمثل تأسيس تحالف عابر للطائفية. وبذلك نعم، اعذرني لم يتبقى لدينا وقت. عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني الأستاذ كرم الخزعلي، أشكرك جزيل الشكر.